السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله اليوم غادي نشوفه وطني 2019 عادية كيخص التمرين ديال المناعة. إذا كلشي يجبد معايا هذا الوطني إن شاء الله باش يتبع معايا. المهم ما كاينش فيه الزوم، نتمنى تجبدوه معايا باش تتبعوا معايا يكون واضح. إذا أول حاجة قبل ما نخدمو التمرين نقراو المعطيات مزيان، نقرا المعطيات، نفهم المعطيات شنو طالبين مني عاد نجي للسؤال. خطأ كبير لعدد كبير من التلامذة يديروه هو انه تمشي ديريكت للسؤال وتجاوب عليه. اذا اول حاجة نقرا السؤال مزيان، ملي نقرا السؤال نتوكل على الله. نقرا المعطيات مزيان، نقرا السؤال نتوكل على الله، ديك الساعة نجاوب على السؤال. اذا في المعطيات، اذا جبدوا معايا هذا الوطني ان شاء الله، وقفوا الفيديو ورجعوا شوفوا وتبعوا معاه. اذا التمر، وحاولوا تقراوه. اذا التمر الاصابه بفيروس فقدان المناعه المكتسبه في اش عبر مجموعه من المراحل، عبر مجموعه من المراحل. عبر مجموعة من إذا تمر الإصابة بفيروس فقدان المناعة المكتسب في اش عبر مجموعة من المراحل، تعتبر السيدة المرحلة الأخيرة من التعفن، وتتميز بظهور الأمراض الانتهازية. إذا تسمح معرفة الآلية الاستجابة المناعية ودراسة رد الفعل المصابين في اش للباحثين من التفكير في إيجاد لقاح ضد هذا الفيروس. تقدم الوثيقة 1 تطور عدد اللمفاوي التيكات والحمول الفيروسية نتيجة للتعفن في اش. إذا قال لك تسمح آلية الاستجابة المناعية، إذا آلية الاستجابة المناعية والدراسة ديال الفيروس في اش كيفاش ردة الفعل ديالو كي دايرة، تسمح لينا من إنتاج واحد اللقاح، داك اللقاح ضد داك الفيروس في اش، مفهوم؟ ودائما حنا كما تنعرفو اللقاح له مبدأ ذاكرة مناعية، مفهوم؟ إذا اللقاح مناعة نشيطة، اكتساب مناعة نشيطة. إذا في الوثيقة 1 أعطوني واحد الملحوظات تمثل الحمولة الفيروسية، تركيز الفيروس في الدم ويتم التعبير عنها بعدد نسخ ارين فيروسي في كل مليلتر من البلازما. قال لك هذيك الحمولة الفيروسية اللي نشوفوها الميبيان، المعنى ديالها باش نعبروها الحمولة الفيروسية تركيز الفيروس في الدم. باش نعبروها تنعبروها بعدد النسخ ديال الارين ميساجي. تنعرفوا شنو هو النسخ ديال الارين ميساجي؟ إذا عدد نسخ ارين فيروس في كل مليلتر من البلازما. إذا شحال نسخ ديال الارين ديال الفيروس في كل مليلتر من البلازما؟ إذا البلازما عندي واحد الكمية مليلتر منها، شحال تنسخ فيها من ارين فيروسي؟ عطوني هنايا النتائج في الوثيقة 1. إذا في الوثيقة واحد عندي هنايا اللمفاويات تيكات، عدد الخلايا في كل ميكروليتر من الدم. هنا عندي سميتو ارين فيروس في اش عدد النسخ في كل ملي لتر من البلازما. اذا هنا الحمولة الفيروسية، هنا اللمفاوية التيكات. اذا نجيو دابا هنا في الزمن الصفر هناك تعفن بفيروس في اش. ملي تعفن لي هذاك الجسد بفيروس في اش، اذا عندي هنا الاسابيع ومن موراها السنوات، عندي الاسابيع من موراها السنوات. إذا عنديها من الأسابيع من هنا لهنايا السنوات. إذا خلال الأسابيع شنو نلاحظو؟ عندي هذا اللي بالكحل هو الحمولة الفيروسية، واللي بخطوط متقطعة هو عدد التيكات، اللي هي خطوط متقطعة عدد التيكات، واللي بخط متواصل أسود الحمولة الفيروسية. إذا بعد التعفن الحمولة الفيروسية ارتفعت، هناك ارتفاع تدريجي مع انخفاض تدريجي لعدد التيكات، وبالضبط خلال ستة الأسابيع الأولى، ياك. من بعد هذوك ستة الأسابيع شنو عندي؟ انخفاض ديال الحمولة الفيروسية مع ارتفاع، شبه ارتفاع، يعني ارتفاع ضعيف لعدد الالتيكات، ارتفاع من 500 إلى 600. هاي 600 كانت في الأول 500، مفهوم؟ ونقولوا في الاول انت من صفر حتى لستة
هناك ارتفاع الحمولة الفيروسية من 0 إلى 900 حمولة الفيروسية عندنا هنايا، إذا من 0 من 10 أس 2 إلى 10 أس 6، ده ارتفاع ديال الحمولة الفيروسية من 10 أس 2 إلى 10 أس 6. بالنسبة لعدد التيكات، انخفاض تدريجي من تقريبا من تقريبا شي 900 وشي حاجة، نقولوا 950، من 950 إلى 500 إلى 500 ميكرو لتر من الدم. إذا من 950 إلى 500 ميكرو لتر من الدم. إذا من أسبوع 6 من أسبوع 6 إلى 13 تقريبا، عندي الحمولة الفيروسية انخفاض من 10 أس 6 إلى 10 أس 3 تقريبا. وعدد التيكات، عدد اللمفاوية التيكات شنو وقع ليها؟ ارتفاع ضعيف من 500 الى 600. هادشي اللي كاين. من بعد في السنوات شنو تلاحظوا؟ الحمولة الفيروسية ارتفعت مع انخفاض في عدد اللمفاوي التيكات الى شبه انعدام، والحمولة الفيروسية ارتفعت الى 10 أس 7 تقريبا. اذا بإمكاننا نعاود نصيغوا هذا الجواب هذا إن شاء الله. دائما يكون واحد التفكير بحال شفويا، عاد نجي نصيغ الجواب كتابيا. إذا أولا بالاعتماد على الوثيقة 1، صف تطور عدد اللمفاويات التيكات والحمولة الفيروسية، هذا الشق الأولاني للسؤال. الشق الثاني، ثم استنتج تأثير تعفن بي في اش على الاستجابة المناعية. نبداو بالأولاني، الوصف نقرا بعد المعطيات اللي الوثيقه نشرحها نوصفها مزيان. اذا شنو يمكن لي نقول؟ اذا خلال 6 أسابيع الاولى بعد التعفن، انخفضت عدد اللمفاويات تيكات من 950 ميكروليتر الى 500 ميكروليتر. مفهوم؟ يزامنه ارتفاع الحموله الفيروسيه من 10 أس 2 إلى 10 أس 6. مفهوم؟ من رجع سطر عريضة، من أسبوع 6 إلى 13، شنو عندي من أسبوع 6 إلى 13؟ ارتفع عدد التيكات من 500 إلى 600 ميكرو لتر من الدم. إذن أول جواب كتبه عندي هنايا خرج قبل، نحاول إن شاء الله نتبعه في هذا. إذا خلال 6 أسابيع الأولى، حاولوا تتبعوا معايا في الميبيان، وفي نفس الوقت تبعوا معايا الجواب اللي عطيت. إذا خلال 6 أسابيع الأولى بعد التعفن، انخفضت عدد اللمفاويات تيكات من 950 إلى 500 ميكرو لتر. يزامن ارتفاع الحمولة الفيروسية من 10 أس 2 إلى 10 أس 6. بالنسبة للوصف ديال الميبيان، دائما راه يكون عندي انخفاض تدريجي أو انخفاض سريع أو ارتفاع سريع. إذا ولا عندي استقرار ولا شبه استقرار، إذا هذا الشيء تذكره. ولا عندي انعدام، إذا هذا الشيء كله تنذكره ليه. مفهوم؟ إذا هذا بالنسبة للأسابيع الأولى. بالنسبة من أسبوع 6 إلى 13، من الأسبوع 6 إلى 13 شنو عندي؟ ارتفع عدد اللمفاوية التيكات من 600، هاهي من ارتفع عدد اللمفاوية التيكات من 500 إلى 600. إذا ارتفع عدد اللمفاوية التيكات إلى 600 ميكرو لتر، مع انخفاض الحمولة الفيروسية من 10 أس 6 إلى 10 أس 3. الحمولة الفيروسية انتم كيف ما تلاحظوا معايا، من 10 أس 6 انخفضت إلى 10 أس 3 خلال أسبوع 6 حتى الأسبوع 13. إذا بالنسبة للمرحلة ديال السنوات، إذا أثناء
إذن بعد الحمول الفيروسية من 10 أسرة إلى 10 أس 3 تقريبا أثناء مرحلة السنوات. إذن أثناء مرحلة السنوات نوقع ليا ارتفاع الحمولة الفيروسية إلى 10 أس 7 مع انخفاض التيكات إلى شبه انعدام. هاي شبه انعدام وصلت ليا هذيك اللمفاوية التيكات. إذن مزيان، تبقى ليا السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو قال ليا؟ في هذاك السؤال الواحد كاين جوج، فيه جوج أسئلة. السؤال الثاني قال لك ثم استنتج تأثير تعفن في اش على الاستجابة المناعية. إذا هو الجواب هو هذا، هذا فيروس في اش يؤدي تعفن في تعفن بفي اش إلى نقصان كبير في عدد الليمفاويه التيكات، وبالتالي إضعاف الجهاز المناعي. شنو شي يدير لي داك في اش؟ ينقص لي الليمفاويه التيكات كما تنعرفوها في الدرس، وبينت ان المعطيات ديال هذه الوثيقه هذه. اذا الفيروس في اش ينقص من عدد اللمفاوي تي كات، وشنو تيؤدي لنا؟ تيؤدي لنا اضعاف الجهاز المناعي، يضعف لي الجهاز المناعي وتظهر لي وظهور الامراض الانتهازيه. متفقين ولا لا؟ اذا هذا هو الاستنتاج. الاستنتاج يؤدي تعفن بفي اش الى نقصان كبير في عدد اللمفاويات، في عدد اللمفاوي تي كات، وبالتالي إضعاف الجهاز المناعي. نقطة. أمشيو للسؤال الثاني. قبل ما نمشيو للسؤال الثاني كاين واحد المعطيات. يتفق الباحثون حاليا على أن فعالية أي لقاح ضد أي لقاح ضد في اش ترتبط بقدرته على تنشيط الاستجابة المناعية النوعية. لإيجاد لقاح ضد هذا الفيروس أنجزت الدراسة الآتية. قال لك الباحثون كلهم متفقين على اللقاح اللي فعال، اي لقاح فعال خصو يكون عنده قدره كبيره في تنشيط الاستجابه المناعيه النوعيه. مفهوم؟ علاش؟ لان تنعرفوا حنايا ان ان اللمفاويه تي سي هي اللي تقضي لي على سميتو اللمفاويه تي كات المعفنه في اش، حيت في اش يطفل على اللمفاويه تي كات. اذا لايجاد، نكمل المعطيات، لإيجاد لقاح ضد هذا الفيروس أنجزت الدراسة الآتية. لتجريب لقاح تم الاعتماد على مجموعتين من القرادة غير المصابة بفي اش، واحد جوج المجموعتين كاع مصابين بفي اش. المجموعة الأولى حقنت 5 مرات باللقاح المراد تجريبه، هذيك المجموعة حقنها ب5 مرات من بهذاك اللقاح. ثاني حاجة، المجموعة الثانية لم تخضع لأي حقن، هذه تجربة شاهدة ما خضعتش لأي حقن. بعد ذلك حقنت قرادة المجموعتين في اش. واش دينا دوك المجموعتين وحقناهم في اش؟ إذا إذا بالنسبة نكمل المعطيات. تم قياس نسبة اللمفاوية التيويت النوعية للفيروس في الدم، دم القرادة مجموعتين تقدم الوثيقة 2 النتائج المحصلة. إذا نشدو لنا في هذا الميبيان هذا ديال الوثيقة 2، شنو نديرو لنا؟ ديرو لنا نسبة اللمفاوية تي ويت النوعية ضد في اش عند القرادة الملقحة اللي هما هادو بالكحول، والقرادة الغير ملقحة هما هادو بالبويض. إذا كيف ما تلاحظوا معايا راك تنشوفوا هناك ارتفاع بالنسبة لهم بجوج، ولكن القرادة الملقحة أكثر. إذا السؤال الثاني شنو طلب مني؟ قارن تطور نسب اللمفاويات النوعية لفي اش بين القردة الملقحة والقردة الغير ملقحة خلال الأسابيع 3 الأولى. هذا الشق الأول ديال السؤال. ثاني حاجة، ثم استنتج خاصية الاستجابة المناعية التي تفسر الاختلاف الملاحظ. نبداو بالأولاني، المقارنة. قال لك شنو تقارن؟ تطور نسبة اللمفاوية تي ويت عند النوعية لفي اش عند من؟ القردة الملقحة والقردة الغير ملقحة. تقارن ما بيناتهم إمتى؟ خلال الاسابيع 3 الاولى، غير بالنسبه للاسابيع 3 الاولى. ما تمشيش انت تمشي تقارن لي من 0 الى 16، هنا راه يقدر الاستاذ يحسب لك، ينقص لك من الجواب. اذا دائما اعطي على حسب السؤال شنو طلب مني. اذا السؤال هنا طلب مني مقارنه من اسبوع 0 الى اسبوع 3. اذا بالنسبه لاسبوع 0 الى اسبوع 3 شنو عندي؟ تلاحظ اذا كيف ما تلاحظوا معايا المقارنة كالتالي. إذا بالنسبة للقردة الملقحة، يعني القردة الملقحة شنو تلاحظ فيها؟ إذا بالنسبة للقردة الملقحة ارتفاع نسبة اللمفاوية تي ويت النوعية ضد في اش بشكل سريع وقوي،
اللي تصل إلى 7، هاي ارتفعت بشكل سريع وقوي حتى وصلت لي 7، فين خلال الأسبوع بعد الأسبوع الأول، إذا بعد الأسبوع الأول ياك. بعد ذلك بعد الأسبوع الثاني هناك انخفاض طفيف أو شبه استقرار، عندي هنا بحال شبه استقرار. إذا بينما ونجي هنا ندير وسيلة باش نقارن، بينما القردة غير ملقحة، أنا نبين الاختلاف، بينما القردة غير ملقحة، القردة الملقحة ظهرت ارتفعت اللمفاوية التيويت بعد الأسبوع 2، حيث ارتفعت اللمفاوية التيويت بشكل ضعيف وبطيء بعد الأسبوع 2، لتصل إلى قيمة تقريبا 2. صافي، إذا الجواب هو كتبته هنايا. بالنسبة للقردة الملقحة، إذا بالنسبة للقردة الملقحة بعد الأسبوع الأول، إذا بعد الأسبوع الأول ارتفعت نسبة اللمفاوية التيويت، إذا بعد الأسبوع الأول ارتفعت لي اللمفاوية التيويت النوعية ضد في اش بشكل سريع، ارتفعت بشكل سريع وقوي، إذا ارتفعت بشكل سريع وقوي لتصل لسبعة، لسبعة بالواحد الصلاحي اللي عطانا. بعد الأسبوع 2 هناك شبه استقرار، عندي واحد شبه استقرار. بينما القردة الغير ملقحة، أنا تندير المقارنة، بينما القردة الغير ملقحة ارتفعت اللمفاوية التيويت، ارتفعت اللمفاوية التيويت النوعية ضد في اش ارتفعت اللمفاوية التيويت النوعية ضد في اش بشكل ضعيف وبطيء. انت بشكل ضعيف وبطيء مقارنة مع الاخر، ابتداء من الاسبوع الثاني لتصل، نكملها، لتصل ل لاثنان، لتصل لاثنان. صافي، هذا هما الواحد الصلاحية. إذا هادشي اللي كاين، الاستنتاج السؤال الثاني النيت قال لك ثم استنتج خاصية الاستجابة المناعية التي تفسر الاختلاف الملاحظ. قال لك استنتج لي خاصية الاستجابة المناعية التي تفسر الاختلاف الملاحظ. إذا بالنسبة للخاصية المناعية اللي كاينة عندي هنايا، هنا حقنا بواحد اللقاح، اذا ملي حقنا بلقاح في القردة الملقحة عطاتني واحد اللمفاوية التيويت كتيرة، بينما الاخر الغير ملقحة ما عطاتنيش اللمفاوية التيويت كتيرة مقارنة مع المجموعة الملقحة. اذا هنايا الخاصية اللي عندي هنا ذاكرة مناعية، اللقاح دائما تعطيني واحد الذاكرة مناعية. اذا دائما فيما يكون عندي واحد اللقاح ويقول لك عطني استنتج لي الخاصية اللي كاينة هنا، تقول ليه عندي خاصية الذاكرة المناعية، اذا الخاصية هي الذاكرة المناعية. إذا تبقى لي إن شاء الله ندوزو إن شاء الله السؤال الثالث، ولكن قبل منه كاين واحد المعطى. إذا تم قياس الحمولة الفيروسية عند قردة المجموعتين 1 و 2 بعد مرور 8 أسابيع، ثم بعد مرور 24 أسبوعا من التعرض لفيروس في اش، وتقدم الوثيقة 3 النتائج المحصلة. نمشيو للوثيقة 3، شنو قالوا لنا في هذه الوثيقة 3؟ أعطونا الحمولة الفيروسية، ياك الحمولة الفيروسية ديال القردة الملقحة والقردة الغير ملقحة بثلاث الأسابيع، ملي كانت في 8 الأسابيع وفي 24 أسبوع، شنو وقع عاوتاني؟ إذا شنو قالك السؤال 3؟ قارن بين، إذا قالك السؤال 3 قارن الحمولة الفيروسية بين القردة الملقحة والقردة الغير ملقحة والقردة القردة غير ملقحة، ثم استنتج تأثير اللقاح المجرب على الحمولة الفيروسية. أول حاجة نقارن سميتو الحمولة الفيروسية بين القردة الملقحة والقردة الغير الملقحة، مفهوم؟ عاد نشوفو الآخر الاستنتاج. إذا السؤال الثالث كالتالي، إذا في هذه المقارنة ديال هذه الوثيقة 3، اش غادي نقولوا لي؟ الإجابة هي كالتالي. أول حاجة كما تلاحظوا في هذه الوثيقة، أن عندي في 8 الأسابيع، اش لاحظ القردة الملقحة
سميتو الحمولة الفيروسية اللي عند القردة الملقحة قليلة مقارنة مع تقريبا 1/5 × 10^4، كذلك والله أخرى 25 × 10^4. ياك في 24 أسبوع، 24 أسبوع شنو تلاحظ؟ أن الحمولة الفيروسية ديال القردة الملقحة بقات شبه ثابتة، شبه مستقرة، فهم؟ وبالنسبة للقردة غير الملقحة زادت ارتفعت إلى 50 × 10^4. إذا بالنسبة يمكن لي نقول كل وحدة نقارن مع الله، يعني بحال قبيلة نقارن القردة الملقحة مع القردة غير الملقحة. إذا بالنسبة للقردة الغير الملقحة في خلال 8 أسابيع، إذا خلال 8 أسابيع الحمولة الفيروسية تبلغ 25 × 10^4، وعند 24 أسبوع، الحمولة الفيروسية بلغت 50 × 10^4. متفقين؟ بينما ولا أما ولا اللي استعملتي مقارنة مع القردة الملقحة، أم بينما القردة الملقحة تبقى الحمولة الفيروسية ثابتة خلال في كلا المدتين، خلال 8 أسابيع و24 أسبوع، عند 5 × 10^4. الإجابة درتها هنايا. بالنسبة للقردة الغير الملقحة، إذا بالنسبة نحاول نوضح، بالنسبة للقردة الغير الملقحة، إذا بالنسبة للقردة الغير الملقحة خلال 8 أسابيع بلغت حمولة الفيروسية 25 × 10^4، وعند 24 أسبوع ارتفعت لخمسين في عشرة أسبوع. بينما القردة الملقحة تبقى الحمولة الفيروسية شبه ثابتة عند القيمة 5 × 10^4. إذا هي هذه. طلبوا مني استنتج تأثير اللقاح المجرب على الحمولة الفيروسية. إذا سميتو كيف ما تنلاحظوا، إذا الاستنتاج اللي يمكننا نقوله هنايا كما بعد الاستنتاج هو معناه شنو، فهمتي الخلاصة اللي خرجتيها؟ إذا هنايا كما تنشوفوا هاد القردة الملقحة اللي ملقحة، يعني اللقاح شنو أدى ليا؟ إلى تخفيض الحمولة الفيروسية، مفهوم؟ إذا قال لك هو استنتج تأثير اللقاح المجرب على الحمولة الفيروسية. إذا الاستنتاج هو يؤدي اللقاح المجرب إلى خفض من الحمولة الفيروسية. ما عنديش فين نكتبها هنا، يؤدي نسيت ما كتبتها. إذا يؤدي اللقاح المجرب إلى خفض من الحمولة الفيروسية، هذا هو الاستنتاج اللي يمكننا نقوله. نمشيو إن شاء الله للسؤال الرابع. عطاونا واحد المعطى: ما كانت دراسة آلية هدم اللمفاوية التيكات المعفنة بفيروس VIH بواسطة اللمفاوية تي سي القاتلة من تحديد آليتين لتدمير خلايا الهدف، وتقدم الوثيقة 4 لهاتين الآليتين. قال لك ملي درسوا لقاو بلي هذيك التيكات يتم تدميرهم من طرف تي سي القاتلة، هادشي اللي تنعرفو في الدرس ديالنا. وقال لك كاين جوج آليات، كاينة الآلية اللي كاينة في الشكل الألف، اللي كاينة في الشكل الألف. إذا هاد الآلية اللي في الشكل الألف شنو فيها؟ إذا الآلية في شكل ألف شنو عندي؟ وعطوني واحد الملحوظة: رغم تدمير اللمفاوية التيكات المعفنة من فيروس في اش، يستمر الجسم القردة بإنتاج اللمفاوية التيكات السليمة. إذا شوفوا الفعالية ديال سميتو هاد اللقاح. إذا اللمفاوية التيكات تدمر غير المعفنة، ماشي اللمفاوية التيكات السليمة. إذا الجسم يبقى ينتج لينا اللمفاوية التيكات السليمة. إذا شكل الألي شنو عطاوني؟ عطاوني اللمفاوية التيكات تيتم التدمير ديالها بواسطة ماذا؟ إفراز رسائل كيميائية. كاين واحد المستقبل ديال الرسائل الكيميائية. اللمفاوية التي سي تفرز واحد الرسائل الكيميائية، تعطي الرسائل الكيميائية الأمر الخلية بانحلال انتحار الخلاوي، وبالتالي ديك الخلية اللمفاوية التيكات تتنتحر تتسمى انتحار خلاوي بواسطة نتيجة هذا الإفراز ديال الرسائل الكيميائية من طرف اللمفاوية التي سي. ياك بالنسبة للشكل باء شنو عندي؟ عندي كيف ما تنعرفوا حنايا اللمفاوية تي سي تتقضي على اللمفاوية التيكات ذلك بتحرير البيرفورين والكوانزيم، مفهوم؟ دخول كوانزيم هدم الدي ان وانحلال الخلية
انحلال الخلية، انتحار الخلوي. إذا بجوجهم تنتحروا خلويا ولكن بطرق مختلفة. إذا قال لك بالاعتماد على الوثيقة أربعة، هتعتمد على الوثيقة أربعة وعلى إجابتك على السؤال الثاني والثالث، فسر آلية عمل اللقاح المجرب عند القرادة المدروسة. إذا فسر آلية عمل اللقاح المجرب عند القرادة المدروسة. إذا كيف ما تنعرفوا هذاك اللقاح، إذا نتيجة حقن اللقاح المجرب عند ذوك القرادة شنو تيأدي ليا؟ تيأدي ليا الرفع من اللمفاوية تي ويت، راه شفناها في السؤال الثاني. يعني شفنا في السؤال الثاني تيرفع لي نسبة اللمفاوية تي ويت، بالتالي ملي ترفع لي نسبة اللمفاوية تي ويت تتحول إلى اللمفاوية تي سي، لأن يعني تتولي اللمفاوية تي سي قاتلة في أثناء طور التضخيم. ملي تتولي اللمفاوية تي سي قاتلة، كيف مثلا نعرفوا اللمفاوية تي سي قاتلة من خلال هذا الشكل الألف والشكل باء، غادي تقضي لنا على اللمفاوية تي كات، تهدم لنا اللمفاوية تي كات بواسطة طريقتين. الطريقة الأولى إفراز رسائل كيميائية، إفراز رسائل كيميائية، حيت هو قال لك فهم في الإجابة كلها، هتفسر ليه آلية عمل اللقاح المجرب عند القرادة. كيفاش يعمل هذا اللقاح المجرب؟ إذا أول حاجة اللقاح المجرب يرفع يؤدي إلى الرفع من اللمفاوية التيويت، واللمفاوية التيويت تتحول إلى اللمفاوية تي سي، وبالتالي من تتحول اللمفاوية تي سي، اللمفاوية تي سي تهدم الخلايا الهدف أو الخلايا اللمفاوية تي كات المعفنة بفيروس في اتش بواسطة إفراز رسائل كيماوية وبالتالي انتحار ال تي كات، أو إفراز البيرفورين والكوانزيم من طرف تي سي، وانحلال هدم ار دي ان وانحلال الخلية ال تي كات. إذا هادو جوج طرق، وبالتالي ملي تنحل لينا هذا تتنقص العدد ديالها، وهادشي تيأدي ليا شنو؟ تيأدي ليا انخفاض الحمولة الفيروسية. إذا يعني تنخفض هذيك الحمولة الفيروسية اللي شفناها هنايا، هاي الحمولة الفيروسية تنخفض. ملي تنخفض هذيك الحمولة الفيروسية غادي نتفاداو ظهور الأمراض الانتهازية اللي شفناهم في الوثيقة الأولى كاع، غادي نتفاداو ظهور هذيك الأمراض الانتهازية. وبالتالي هذا هو الآلية كيفاش يخدم هذا اللقاح هذا، فهم؟ إذا جواب كتبته هنايا هو يؤدي حقن اللقاح المجرب إلى ارتفاع نسبة اللمفاوية التيويت التي تتحول ل ال تي سي، وبالتالي هدم ال تي كات. هادشي اللي قلت قبيله، يؤدي حقن اللقاح المجرب إلى ارتفاع نسبة اللمفاوية التيويت التي تتحول ل اللمفاوية تي سي، وبالتالي هدم اللمفاوية تي كات المعفنة بفي اش، ماشي اللمفاوية تي كات السليمة، المعفنة بفي اش عن طريق إفراز الكوانزيم والبيرفورين وانتحار ال تي كات نتيجة، وأيضا وانتحار ال تي كات نتيجة الرسائل الكيماوية أو الكيميائية. إذا هادشي شنو تنجم عليه؟ ما ينجم عنه انحلال الخلايا المعفنة التيكات ونقصان عددها، تنقص العدد ديالها. إذا ملي تنقص العدد ديالها تيأدي لي شنو؟ الشيء الذي يؤدي إلى انخفاض الحمولة الفيروسية، هذاك الفيروس الحمولة ديال الفيروس في اش تنخفض، وتفادي ظهور الأمراض الانتهازية. إذا هذه هي الآلية ديال حقن اللقاح اللي جربناه المجرب. إذا نتمنى يكون مفهوم التمرين هذا، وبالنسبة لأي تمرين نتعامل معاه نحاول دائما نخدم التمارين شفويا باش نكتسب هذه الطريقة أنني نخدم التمرين شفويا، عاد نجي نخدم كتابيا، لأن في الوطنية تحتاج أنك تفكر بسرعة. إذا التفكير بسرعة ضروري منه، ولكن تكتسبه مع أنك تخدم التمارين. إذا ملي تخدم التمارين وربي سبحانه وتعالى ييسر لك إن شاء الله، ودائما نستعنوا بالله سبحانه وتعالى، لأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله سبحانه وتعالى في السجود أنه يوفقنا، والتوفيق بيد الله، ويفتح لك سميتو التفكير ديالك، ونقول الأدعية بحال دعاء سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. ودعاء آخر: اللهم يا مفهم سليمان فهمني، واللهم يا معلم آدم علمني. ورب سبحانه وتعالى راه ما يضيعكش، غير خدم إن شاء الله راه تكون نتيجة سهلة. السيونس راه سهل، بيجي من 15 حتى ل 20 بكل سهولة تجيبها، ولكن تبغي الخدمة، أنك الدروس تضبطهم مزيان
تكون هادم الدروس من طقطق حتى السلام عليكم. وبالنسبة للتمارين تكون خادم في كل فقرة، تكون كل درس تكون خادم فيه تمارين. إذا التمارين تخدمهم تفهم، تكون عارف كيفاش تحلل، كيفاش عملية الوصف، عملية المقارنة، عملية الاستنتاج، عملية التفسير، كيفاش بيان إلى آخره. هادو وسائل ضروري نحتاجهم. إذا إلا شديت هاد الوسائل دغيا غادي تجيك سهولة، لأن المناعة تعتمد على التحليل. وأيضا عندي سميتو الدرس الأول ديال استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة بالنسبة للوحدة الأولى تيتطلب التحليل. وبالنسبة للخبر الوراثي كله راه فيه شوية ديال الفهم، شوية ديال راه ما تيطلبش تحليل مجد المهم. والجيولوجيا تيتطلب استخراج من الوثائق وإلى آخره. ونتمنى إن شاء الله نكون فدتكم في هذا الوطني هذا وفي هذا التمرين. ونشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.